النهارده احنا بنحتفل بالعرض الخاص لشهرة حمزة، كلمنا اكتر بقى عن الفيلم وازاي. فيلم مختلف، فيلم كوميدي، فيلم ساسبنس، فيلم فيه ادوار جديده، بتشوف الممثلين بشكل مختلف لاول مره. اعتقد ان احنا تعبنا في الفيلم ده كل صناع العمل عشان نطلع منتج عليه الجوده نقدر ننافس بيه في العيد، ونقدر نلاقي ان الجمهور يخش وهو مبسوط يتفرج على حاجه في السينما تعجبه. اتكلمنا بقى عن الادوار واختيارها وحماده هلال ويسرى. حماده هلال هو فنان، انا بعتقد ان هو لسه كل اللي جواه كفنان في التمثيل لسه ما خرجش، وانا شايف ان هو قماشه كبيره جدا، قدرت استغل جزء منها في الفيلم بتاعي ان هو بيظهر بلوك فرد من افراد العصابات، قدر يعملها باتقان. يسرى اللوزي اللي هي ده كان تحدي بالنسبه لي في اختياري ليسرى، انها فيديت ومعروف عنها الرقه والجمال، ازاي اخليها واحده في عصابه. احمد فتحي وثروت عملوا ادوار كتير جدا والناس حافظاهم، كنت مصمم ان هم يظهروا بشكل مختلف. الاستاذ بيومي فؤاد، الاستاذ ضياء المرغني، كل الناس تعاونوا معايا في الفيلم ان احنا نطلع فيلم مختلف. تركيبه كوميديه كبيره بقى، يعني كلمنا عن كواليس العمل اكيد بقى والكوميديا. كواليس العمل ده بس الممثلين كلهم مشغولين طول الوقت، دي حاجه صعبه جدا، يعني لما تلاقي انت داخل على رمضان بتلاقي الاستاذ ثروت يقول لك انا مسافر تايلاند، الاستاذ بيومي فؤاد طبعا يعني عشان نجيبه بتبقى الموضوع صعب جدا، بس كلهم في الاخر خالص ادوا اللي عليهم واتشرفت بالعمل معاهم، وكانت كواليس الفيلم كلها حلوه والناس كلها مبسوطه وهي بتشتغل. كان في تعب كبير جدا، مواعيد كانت قاسيه جدا في التصوير، كان عندنا بعض الاماكن التصوير فيها صعب جدا، بس ربنا وفقنا الحمد لله وقدرنا نطلع حاجه ننافس بيها في العيد والجمهور ينبسط بيها. شايف المنافسه في السينما لحد دلوقتي في دور العرض دلوقتي الخليه وشنطه حمزه وبس مباشر؟ انا هقول لك على حاجه، انا الاستاذ طارق العريان والاستاذ شريف عرفه ده انا يعني ما اقدرش اتكلم ان هم هينافسهم ازاي، بس في الاخر خالص انا كل اللي اقدر اقوله لك ان التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عاملين فيلم واثقين ان شاء الله ان هو هيبقى مختلف وجمهور كتير هيخشه، وهو مش الاكلاشيه او الديمودي زي ما بيقولوا الحاجات اللي موجوده يعني. شنطه حمزه فيلم مختلف، يا ريت كلكم تتفرجوا عليه هتلاقوا حاجه مختلفه جدا. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي جدا، كل سنه وانتم طيبين.